السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الولاء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا سهل لم جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. بريتونيال ريسيسز. البريتونيال ريسيسز دي برضو يا جماعة بوتنشال سبيسز كده أو كافيتيز صغيرة بتكون موجودة ريليتد لبعض البريتونيال فولدز الغريبة. فأنا هقول دلوقتي شوية بريتونيال فولدز أنا ما جبتش سيرتها قبل كده، هو لأن دي بريتونيال فولدز غريبة ومش ثابتة في البني آدمين وموجودة بتكون في الأطفال النيولي بورن أو موجودة قبل الولادة. إن إحنا نشوفها في الأدلتس بتكون نادرة قوي، غالبا بتبقى أوبليتريتد في الناس الكبار، بس هي مشكلتها لو استمرت هتلاقي في بريتونيال فولد غريبة، في كده ريسيس يعني حفرة كده ضيقة ريليتد للبريتونيال فولد دي، وللأسف ممكن لوبس اوف انتستين تبتدي تحط نفسها هنا وتبقى ايه اللي زنقك هنا يا حمارة. طبعا ان الانتستين تخش في حتة غريبة دي تبقى اسمها هيرني، والهيرنيا دي انت شايفها على سطح الجسم ولا لا؟ الهيرنيا اللي بتتشاف على سطح الجسم دي زي الفيمورال والانجواينال واخواتها دي اسمها اكسترنال هيرنيا، ودي لو اتخنقت ولو حصل فيها كومبليكيشن باين على سطح الجسم فبتتشخص بدري. بس المشكله بقى ان لو في الفولز الغريبه ده هي اللي استمر في واحد ادلت والانتستين دخلت جواها، دي هتبقى انترنال هيرنيا ومش متشافة ومش متشخصة، ودايما هتتشخص امتى؟ في نصيبة. العيال مرة واحدة جاله انتستاينال اوبستراكشن يا رجالة، مش عارفين ايه سبب الانتستاينال اوبستراكشن، ودي مش هتبان غير ات اكسبلوريشن. هنفتح ندور على سبب الاستراكشن، نبص تلاقي مثلا الانتستين زق نفسها ومدككة نفسها كده في حفرة غريبة ومزنوقة مقروص عليها، وده اللي جايب لها الانتستاين اوبستراكشن. فالريسيس دي بقى على فكره خدوا بالكم ان انت مثلا العادي ان انت عمرك ما هتشوفها في الجثث العاديه اللي عندنا في المشارح، دي بتبقى فولز اوبرتونيوم غريبه ريليتد ليها حفر غريبه ونتيجه انها بريزيستنت في الادلت لايف، وهي المفروض ما تبقاش بريزيستنت. الحاجات دي بتبقى اوبليتريتد في اثناء الطفوله. الريسيسز دي غالبا موجوده ان ريليشن للديودنم، للاند اوف ذا ديودنم، او للسيكم او للسيجمويد كولون. اشهرهم طبعا حاجه اسمها ديودنال ريسيسز، بتكون في هنا هون ممكن تلاقي أربع ريسيسز ريليتد لآخر الديودنم. الديودنم ريسيسز دول مدام هيحصلوا ريليتد لآخر الديودنم، هو آخر الديودنم مين؟ الجزء اللي طالع ده الأسندنج بارت أوف ذا ديودنم. فده على فكرة الأسندنج بارت أوف ذا ديودنم اللي هو الفورس بارت، ودي الديودنوجينال فليكشر، وبعد كده بقى الجيوجنم، وده الميزنتريك سمول انتستين. هنا احنا لقطنا في البني ادم ده اتنين فولز غراب مش المفروض ان هم يكونوا موجودين، حاجه اسمها سوبيريور ديودنال فولد وانفيريور ديودنال فولد. السوبيريور ديودنال فولد دي ريليتد للابر اند اوف ذا فورس بارت اوف ذا ديودنال، هو ده نهايه الفورس بارت خلاص قبل الديودنوجينال فليكشر في الفولد الغريبه دي اسمها السوبيريور ديودنال ريسيس. الحفره بقى اللي وراها دي، الحفره الصغيره بقى اللي وراك دي هي دي اللي اسمها
superior duodenal recess. والفتحة بتاعتها دي فين؟ الفتحة بتاعتها موجهة لتحت، يعني ممكن بقى لوبس من السمول انتستين دي كده هو تروح داخلة من تحت هنا هو وتبتدي تدكك طريقها، وكذا لوب، ده لوب والتاني والتالت يخشوا هنا ويتزنقوا، وبقت انتستاينال اوبستراكشن، وبقت مشكلة كبيرة قوي ممكن العيان يموت فيها قبل ما حد يشخصها. السوبيرو جودنال فولد دي والسوبيرو جودنال ريسيس ريليتد للأخ الأزرق ده. مين الأزرق ده اللي بيكون ماشي on the left side of the fourth part of the duodenum؟ ده الفين بقى اللي جاي من تحت ورايح يصب في السبلينك فين. الفين ده يا جماعة الانفيرور ميزنتريك فين، انفيرور ميزنتريك فين، بيكون موجود في الإدج of the superior duodenal fold و related recess. وهنا الخطورة ان انت ممكن تعمل له injury في العملية بتاعت الهيرنيا ده هي. الجراح لازم يكون واعي واخد باله ان الريسيس ده هي هنا هو في الإدج بتاعها وشمالها في فين كبير مش قليل اللي هو الانفيريور ميزنتريك فين. ده السوبيرور ديودنال فولد، والحفرة اللي ديب ليها دي السوبيرو ديودنال ريسيس اللي الفتحة بتاعتها لتحت وفي الإدج بتاعها اهو الانفيرو ميزنتريك فين. زي ما في الكلام ده هو عند الأبر إند of the fourth part of the duodenum، في واحدة عندك ممكن تلاقيها عند اللور إند. And the lower end of the fourth part of the duodenum أهي ممكن ألاقي فيه inferior duodenal fold. والinferior duodenal fold دي هتبقى related ليها الحفرة الصغيرة دي اللي اسمها inferior duodenal recess. الinferior duodenal recess دي بقى الفتحة بتاعتها منين تخش الانتستين، منين هنا هون الانتستين بتخش هنا بقى من فوق، فالفتحة بتاعت الريسيس ده هو متوجهة أبورد، متوجهة أبورد وتخش فيها الانتستين، وممكن يحصل فيها الانترنال هيرنيا هنا هو. ففي سوبيرو ديودنال فولد وسوبيرو ديودنال ريسيس وانفيرو ديودنال فولد وانفيرو ديودنال ريسيس، ودي الحمد لله مفيش فيسل قريب منها أو قريب منها شوية بس بعيد عنها الصراحة، بعيد عن الفولد بيكون الانفيروميزنتريك بس ده بعيد. في عندنا بقى بارا ديودنال فولد، دي بقى مش عند الديودنال نفسه، جنبها هنا هون كده هون في بارا ديودنال فولد. والبارا ديودنال فولد هي دي موجودة جنب الهول لينس of the fourth part of the duodenum. للأسف البارا ديودنال فولد دي معدي فيها مين؟ أنا على الأسود ده معدي في الفولد نفسها ال inferior mesenteric vein. وهنا هو بقى الفتحة بتاعتك فين؟ الانتستين تخش بقى هنا هو من ناحية اليمين. البارا ديودنال ريسيس ده هي بقى related للبارا ديودنال فولد، والانتستين تخش فيها بقى كده من اليمين وممكن تحشر نفسها وتعمل لك internal hernia. خطورة الفولد دي والهيرنيا ده هي ان الفولد نفسها اللي انت هتعمل فيها العملية معدي فيها الانفيرو ميزنتريك، فهنا الانجري في انفيرو ميزنتريك فين very common. ماشي. في عندنا بقى فولد مش باينه الصراحه في الرسمه دي اسمها ريترو ديودنال ريسيس، ودي مش محدوده بفولد معينه، دي محدوده بقى بمين؟ بالفورس والثيرد بارت اوف ذا ديودنم. البارا ديودنال ريسيس كانت اهي على الناحيه الشمال، هنا بقى اخش على الناحيه اليمين،
خش على الناحية اليمين ورا الفورس بارت والثيرد بارت اوف ذا ديودينام. ما دام بقى ورا الديودينام يبقى اسمها ريترو ديودينال ريسس. طبعا دي رسمة كروكية بقى في منتهى الروعة والجمال. لا الديودينال ريسس السوبير ديودينال فولد والسوبير ديودينال ريسس والفتحة بتاعتها هي اللي باصة لتحت، والانفيرو ديودينال فولد والانفيرو ديودينال ريسس الفتحة بتاعتها باصة لفوق، والبارا ديودينال ريسس وفولد اللي الفتحة بتاعتها باصة ناحية اليمين. بص بقى الريسس دي ممكن انتستن تبتدي كده تخش في البريتونيوم ورا الفورس بارت والسيرد بارت اوف ذا ديودينام. الريسس ده اللي عشان ورا الديودينام بيتقال عليه ريترو ديودينال ريسس، وده زي ما انتم شايفين بقى الانتستن تخش فيه منين؟ من تحت على الشمال، فالفتحه بتاعته موجهه داونورد اند تو ذا ليفت. فدول البارا ديودينال فولز والريسيسز اللي ديليتد هنا هون لنهايه الديودينام، فقالوا عليها ديودينال ريسيسز اند ديودينال فولز. السيكل بقى حوالي يبقى في سيكل ريسيسز. الرسمة دي رائعة للسيكل ريسيسز. في ثلاثة سيكل ريسيسز هنا هو. نمرة واحد دي. الريسيس ده هنا يا جماعة اسمها سوبيريور اليو سيكل ريسيس. دي اللي فوق. وأكيد اللي تحت دي هيبقى اسمها إيه؟ inferior iliocecal recess. والريسس اللي بتشاور عليها دي اللي ورا السيكم، ما دام ورا تبقى اسمها ريترو سيكال ريسس. دي في عندي سوبيرو اليوسيكال وانفيرو اليوسيكال وريترو سيكال. السوبيرو اليوسيكال ريسس ده هي دي ريسس اهي يا جماعه محدودة بالفولد اوبرتونيوم دي. ايه الفولد اوبرتونيوم دي يا جماعة؟ دي جاية من الميزنتري اوف سمول انتستن، نهاية الميزنتري اوف سمول انتستن اللي هي الاليام، يعني نهاية الميزنتري اوف اليام، وراحت رايحة كده هو للسيكم. الفولد دي معدي فيها الانتيريور سيكال ارتري، الانتيريور سيكال اللي رايح يغذي السيكم من قدام. فالفولد دي بقى بيقولوا عليها ايه عشان ماشي فيها البلاد فيسل داون؟ قالوا عليها فاسكولار فولد اوف سيكم. فالسبيرو الريسس دي اللي ما بين الاليوم والسيكم كمان، فدي اسمها سوبيريور اليوسيكال ريسس. لازم تكون محدوده بفولد اوف بريتونيوم. الفولد دي اسمها فاسكولار فولد اوف سيكم عشان ماشي فيها الانتيريور سيكال ارتري. دي المفروض بصل فين؟ اهي الانتستين ممكن تخش لك هنا كده من الشمال ولا من اليمين؟ من الشمال. وتحت ولا فوق؟ طبعا من تحت. فال opening بتاع الريسيس ده downward and to the left، downward and to the left. ماشي، يبقى هيل فولد اوبرتونيال امتد من النهاية بتاعت الميزنتري، من الميزنتري اوف اليوم للفرانت اوف سيكا، وعشان ماشي فيها الانتيرور سيكال ارتري سموها فاسكولار فولد اوف سيكا. بقى في تحتها الريسيس ده الخندوق الصغير ده اللي تخش فيه الانتستين من الشمال ومن تحت اهي، وتعمل لك انترنال هيرنيا. دي اسمها السوبيريور اليوسيكال ريسس عشان ما بين التيرمينال اليوم والسيكا. طب ما في كمان الفولد اوبرتونيوم دي ما بين التيرمينال اليوم والسيكا، ففي هنا بقى ريسس نمره 2 دي اللي اسمها انفيريور اليوسيكال ريسس. الانفيريور اليوسيكال ريسس دي اكيد
برضو محدودة بفولد. الفولد هنا يا جماعة اسمها إليوسيكال فولد، ودي ما فيهاش بلاد فيسلز، فعشان كده بيقولوا عليها بلادلس فولد اوف تريفيس. البلادلس فولد اوف تريفيس دي، طبعا تريفيس ده واضح ان هو اسم الراجل اللي وصفها. ال inferior iliocecal recess دي الانتستين تخش فيها منين؟ زي اللي فاتت، من الشمال ومن تحت، داونورد اند تو ذا ليفت. اهم بقى ريسيس ريليتد للسيكم مين؟ الاخ ده اللي ورا السيكم، اللي اسمه ريترو سيكال ريسيس، اللي غالبا بيكون موجود فيه نورمالي الريترو سيكال ابندكس. الابندكس يا جماعه غالبا ما بيكونش مدلل كده، هو في البلفس. طبعا ده شكل الابندكس اسمه بلفيك ابندكس، مدلدل في البلفس. الابندكس ده يا جماعه غالبا بيكون متني وداخل ورا السيكم في الريتروسيكال ريسس. طب الريتروسيكال ريسس ده بقى الفتحه بتاعته داخل فيها السيكم منين؟ من تحت داونورد. دي مناظر تانية بقى وجميلة قوي في السيكال ريسيسز بتاعتنا. الفاسكولار فولد اوف سيكم، والفاسكولار فولد دي انا هي ريليتد ليها السوبير اليوسيكال ريسيس، ودي البلادلس فولد اهي، وتحتيها في الانفيريور اليوسيكال ريسيس، واللي ورا السيكم السهم ده يبقى ريتروسيكال. أحلى واحدة بقى فيهم أهي. الأنتيرور سيكل في الباسكولار فولد أوف سيكم. راح أعمل لك باوندري للسوبيرور اليوسيكال ريسس. والبلادلس فولد اوف تريفيس هنا هون راحت محوطه للانفيريور اليوسيكال ريسس، وطبعا دي منقطه ليه؟ لان انت مش شايفها الريسس المنقطه ده هي، عشان ورا السيكم اللي هي ريترو سيكال ريسس، اللي فيها غالبا في 75% من البشر الريترو سيكال ابندكس. فاضل لنا بقى ريسس بسيطه قوي اسمها انتر سيجمويد ريسس. ايه الانتر سيجمويد ريسيس ده يا جماعه؟ ده السيجمويد كولون، ده السيجمويد كولون، وعند الابيكس اوف سيجمويد ميزو كولون، عند الابيكس اوف سيجمويد ميزو كولون في الحفره دي اللي اسمها انتر سيجمويد ريسس. احنا عارفين يا جماعه الروت في سيجمويد ميزو كولون ده عامل زي حرف الفي المقلوب، ادي له لم هنا وله لم هنا، وعند الايبكس اوف ذا سيجمويد ميزو كولون هنا في الحفره دي اللي اسمها انتر سيجمويد ريسس، اللي بتخش فيها الانتست ممكن من تحت اهي تحت، فهي لوك الاوبننج بتاعتها لوكس داونورد. على فكره الابكس الريسيس ده هي، والابكس اوف ذا اتاتشمنت اوف ذا في شيبد سيجمويد ميزو كولون دي بالظبط متسنطره الابكس ده عند البايفوركيشن اوف كومن ايلياك ارتري، ومعدي هنا هون الأخ ده اللي هو اليوريتر. فعند الحفرة دي اللي اسمها الانتر سيجمويد ريسيس، لو حصلت انترنال هيرنيا في مشكلة، مشكلة انت بتشتغل فين؟ على الكومن ايلياك ارتري
والليفت يورتر. فالجراح بيبقى هنا بيحسس عشان ما يعملش انجو للليفت يورتر ولا للكومن ايليك ارتر. ويبقى دي يا جماعه البريتونيال ريسيسز اللي زي ما اتفقنا انها نورمالي بتكون موجوده في الاطفال بس او اثناء الانترا تيرام فيتال لايف، والمفروض انها فيري ايرلي لايف بتختفي في اول كده سنتين من حياتنا. الغريبه بقى انها تستمر وتستمر في لو في انكريز انترا ابدومينال بريشر وحزق وكحه وبتاع، والانتستين ما لهاش مخرج عايزه تشوف لها اي حته تروح فيها، تروح داخله الانتستين في الحفر دي وتعمل لك انترنال هيرنيا والمشاكل بتاعتها. Thank you for good listening and good luck.